السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم كل خير متابعينا الأعزاء. زي ما وعدناكم بالفيديو السابق حق تويوتا كامري فئة الاسين، وراح نصور لكم لكسس الاليس فئة 500 اتش اللي هي الهايبرد. أنا صورت 500 العادية، صورت 350، لا بنصور 500 الاتش اللي هي الهايبرد. خلنا نتكلم كفروقات تقنية ومواصفات، تقريبا أمور يعني مو عينية واضحة، ولكن فرق خلنا نقول بالمحرك، في أشياء ثانية تفرق. المحرك هنا الهايبرد حيكون 6 سلندر سعته 3.5 لتر، يعطينا قوة 354 حصان وعزم 350 نيوتن متر، مرتبط بناقل حركة مالتي ستيج اللي هو لما تحولها تبترونيك حيكون 10 سرعات. هو تقنية زي السي في تي ولكن مختلفة شوي. ما شاء الله هذه السيارة ما عمري صورتها إلا صار عليها ضجة، خلينا نقول عليها إنارات الـ LED الجميلة جدا من لكسس، ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا في إنارة التفاف اللي موجودة هنا، الفليشر تسلسلي مع إنارة العالي اللي جاية في الأسفل، ما شاء الله عدستها جدا كبيرة وعملاقة، عليها 4 كاميرات محيطية وحساسات بكل تأكيد. الشعار حيكون جاي باللون الأزرق، دلالة على أنه الفئة هذه هايبرد. للأسف بعض السواق أنا ما يجي عليها فتحة سقف بانورامية، في بعض الأسواق الأوروبية يجي عليها فتحة سقف بانورامية، ولكن هنا تيجي فتحة سقف عادية. دخول ذكي بكل تأكيد، الأبواب شفط، عليها هيدروليك الآن نازلة، ترى الجنوط مكحلة باللون الأسود ومقاسها 20 إنش. هذه هذا هو شكل الجنط عشان تشوفونه بشكل أوضح. هذه من الجانب، طويل السيارة بكل تأكيد. عندنا جزئية الكروم جاي بالأسفل، وكتابة الهايبرد مع المالتي ستيج، دلالة على اللي هو خلينا نقول آلية الجير، تمام. الدخول الذكي وهذه الأمور كلها موجودة، ما يحتاج نتكلم. أما عن صرفية الوقود فهذه اللتر الواحد يمشيها 16 كيلو فاصلة واحد، تقييم ممتاز، بنزين 95، وسعة خزان الوقود 82 لتر، فتحسبها ما شاء الله تعطيك صرفية جدا ممتازة. عليها نقاط عمية، هذه السيارة من الخلف جاي عليها جناح، بخلاف بعض الفئات اللي صورتها سابقا ما كان يجي عليها جناح. إنارة فول ال اي دي خلفية، كتابة للاس ال 500 اتش، دلالة على انه المحرك هايبرد، وجايب اللون الازرق المعلومية. الشعار ايضا جايب اللون الازرق، كتابة اللكسز مع الحساسات الخلفية والكاميرا الخلفية. نفتح السعة الخلفية، هذه تفتح كهربائيا، فيها بكل تأكيد اكسسوارات السيارة من الوكيل، ساعتها اكيد برضو ممتازة، تفتح تتقفل نظام الكهرب. ندخل داخل السيارة، دخول ذكي من كل الابواب. هذه الداخلية جاية بدون شاشات، في شيء يجيب شاشات وفي شيء بدون شاشات. طبعا هذه الفئة مسماها عند الوكيل بي اتش، تمام، اللي هو الهايبرد. هذه هي، والتخشيب الداخلي الجميل، الشموالي موجود هنا، هذه الاشياء ما شاء الله قد شرحتها من قبل، من جمالية اللكسس الاليس صراحة. ريحة الجلد نابة طبيعي جميل جدا، ما شاء الله تبارك الرحمن. في ناس تحب شاشات خلفية، انا عني صراحة ما اهتم للشاشات الخلفية زيادة. طبعا من الخلف ما شاء الله حدث ولا حرج، يا الوسع ويا الراحة. من الاعلى عندنا اللي هو المراية، فيها الإنارة، السقف جاي شموا باللون الأسود، فتحات التكييف برضو موجودة هنا، وموجودة أيضا هنا عند جهة الأبواب، تمام. زي ما قلنا ما فيها شاشات خلفية، فيها هنا في المنتصف التحكم في تبريد تدفئة المقاعد والمساج وغيرها من الخصائص الموجودة. التخشيب برضو موجود هنا، وتقدر ترفعها وتصير عندك هذا الجزئية، خلنا نقول ينفع يجلس فيها شخص صغير. هنا ما ننسى انه عندنا مسند وسطي، فيه اللي هو منافذ الطاقة للشحن، تمام. نرفع بس عشان ناخذ زاوية هنا للرؤية، عندنا هنا منافذ طاقة برضو وفتحات تكييف، فما شاء الله بكل مكان في فتحات التكييف. إنارة السقف جاية LED، هذه جميلة جدا صراحة، تصميمها حلو.
تشوفون كيف تصميم ولا أروع ما شاء الله تبارك الرحمن. سقف جاي شموة، هذه هي من الخلف عشان ما أطول عليكم. ما في شاشات خلفية زي ما قلنا، هو خيار أنت تقدر تختاره. وموضوع المسند الوسطي هذا هو، والخصاص اللي فيه اللي موجودة في الشاشة اللي هنا تتحكم لي خلينا نقول التبريد والمساج وغيرها، الخصائص الموجودة في الخلف. ننتقل للمقصورة الأمامية ونشرح مواصفاتها وبقية التفاصيل. طبعا لاحظوا معي سماكة الباب ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا دليل العزل ممتاز. والأبواب شفط طبعا. ندخل للمقصورة الأمامية، هذه هي مقصورة اللكسس LS 500H من الأمام. عندنا هنا أيضا التخشيب وذاكرات حفظ الوضعيات حقت المقاعد، ثلاث ذاكرات عندنا للساق وللراكب. التحكم هنا في الزجاج وغيره كله أوتو بكل تأكيد. ما ننسى برضو ترى عليها ستائر خلفية، خلني بس أشغل السيارة بعد شوية أستعرضها لكم. هنا عندنا التحكم في المراتب الأمامية كهربائي بكل تأكيد للساق وللراكب، كذا وضعية مختلفة. وهذه المراتب ما شاء الله شوفوا كيف، دليل الراحة والجودة، جيل طبعا نابة أصلي. هنا عندنا التحكم في البروجيكتر الاي في مود والكاميرات المحيطية، وهنا عندنا مساحة تخزين. دخلنا داخل السيارة وشغلناها، ولكن الجوال علق من الحرارة. عموما اشتغلت السيارة حاليا على محرك البنزين لانه البطاريات ما فيها شحن. نكمل بقية المواصفات، عندنا هنا فتح خزان الوقود وفتح السيارة الخلفية وفتح غطاء المحرك. تمام، على جهة اليسار خلينا نتكلم هنا. تمام، عندنا ازرار التحكم في مستوى نمط الاعدادات والتريب. الإنارة على اليسار ككل فيها عالي أوتو وكل شيء يخص الأوتو خلينا نتكلم. على جهة اليمين أكيد مساحات الزجاج. عجلة القيادة مخشبة، تخشيب المطفي الجميل صراحة. هنا أكيد تتحكم في أنظمة الأمان، خلينا نقول رادار أمامي يتم بخروج على المسار مع اللي هو مثبت السرعة كهوية من تويوتا ولكسس. الميديا جاي بخط العرض، ومن هنا تتحكم في شاشة الإعدادات، وهذه الإعدادات مع الشاشة حقتها. على اليمين عندنا البنزين، على اليسار الحرارة، في المنتصف القراءات اللي تخص رحلات والاعدادات حقتها. هنا عندنا مانع الانزلاق، وهنا عندنا وضعيات القياده زي ما تشوفون تتحول على طول. نرجع واروح للايكو. زر التشغيل هنا جاي باللون الازرق دلاله على ان السياره هايبرد. جيران الالكتروني هنا موجود، ومن هنا تحكم في التكييف مع الميديا، هنا ازرار بسيطه، ومن هنا برضو في الفرار هذا. شاشه عائمه ما شاء الله، فيها ساعه الشهيرة لليكسس، فيها كار بلاي اندرويد اوتو والكاميرات المحيطية ايضا. خلونا بس احط على الريوس افضل عشان خلونا نقول تبان بشكل اوضح، لانه بالريوس تبان بشكل اوضح زي ما تشوفون. تمام، يعني دقة الكاميرات ممتازة نوعا ما. عندنا هنا الاوتو هولد فتحة او مدخل السي دي عفوا. في المنتصف هنا عندنا خلونا نقول التخشيب الجميل جدا من لليكسس، تاتش باد، الجير المالتي ستيج، الكهربائي برضو. عندنا هنا تقدر ترفع السيارة كهيدروليك. تمام، شوفون كيف الآن أخليه هاي، وأقدر أخليه أوتوماتيك هو يتحكم حسب الوضعية أو وقفة السيارة. من هنا تقدر تنزل ستارة خلفية. من هنا عندنا تبريد أو تدفئة المراتب تطلع هنا عندنا في الشاشة زي ما تشوفون. وأيضا من هنا عندنا المساج أو تعديل وضعيات المراتب كمساج ومراتب وضعيات مراتب. هنا أكيد عندنا مساحة تخزين. تمام، فيها منفذ طاقة 12 فولت. هنا المسند الوسطي ما شاء الله جميل كبير جدا، فيه منافذ طاقة أيضا واي اكس وغيرها، يو اس بي، جلد ما أحكي لكم ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا عندنا الجزئية هذه فيها فتحة تكييف مع التصميم هذا الجاي كذا بخط واحد. هنا عندنا أيضا مفروض كان فيها كذا تصميم حلو برضه وإنارة استغلال خلينا نتكلم، لكن جميلة. المراية فيها تحتيم تلقائي، نار السقف LED بالكامل، بيت للنظارة هنا موجود، والتحكم في فتحة السقف العادية، شماسات، فيها مراية مع الإنارة أكيد للسائق وللراكب. هذه هي باختصار من الداخل، تقريبا خلينا نقول في تشابه في تناغم في المواصفات، ولكن المحرك في بعض أشياء كذا تفرق مو عينية، أشياء ما تفرقها بالعين إلا لما تقرأ عن السيارة. بالنسبة لي الستائر اللي موجودة في الصف الثاني هذه تشوفون كيف، الآن قفلت الجهة الثانية. تمام، تقفل كل الزجاج الخلفي، مثلث الصغير، مثلث اللي متوسط، والزجاج بالكامل. تقدر تفتحها وتقفلها ايضا من هنا من عند السائق ومن الراكب برضو الخلف. شوفوا كيف
كنوع من الخصوصية أيضا موجودة عليها. وإلى هنا وصلنا إلى نهاية التغطية لهذا اليوم. يعطيكم العافية على المشاهدة. سعر السيارة 444,300 شامل للضريبة واللوحات وكل شيء، وهي موجودة عن شركة الصفحة للتجارة اللي أسعارهم منطقية بكل ما تعني الكلمة. المعلومية سعر السيارة هذه عند الوكيل حوالي 450 تقريبا، فأعلى من أعلى من السعر الموجود هنا كسعر وكيل. سعر الوكيل أعلى من سعر شركة الصفحة ما شاء الله. فصراحة يعني هالمكان هذا يستحق الثناء والشكر، والله مو بإعلان ولا مدفوع لي ريال واحد، ولكن كلمة الحق تنقال صراحة، لأنه في تلاعب جدا كبير بأسعار تويوتا ولكسس في الأسواق عامة. عموما إلى هنا وصلنا للنهاية، أرقامهم موجودة في صندوق الوصف، قولوها من طرف قناة يزيد، وإن شاء الله أنهم ما راح يقصرون معكم بإذن الله. عندهم أبرز أنواع سيارات تويوتا ولكسس، وراح أصور لكم المتوفر اللي ما قد صورته من قبل، أو ألوان مختلفة أو فئات مختلفة. لا تنسون تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكم مقاطعنا أول بأول، وأيضا ضيفوني على بقية حساباتي. يعطيكم العافية على المشاهدة مرة أخرى، وفمان الله.